السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال والكل كنز الصالحات وازق الحياة هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس
وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيح. بارك يا سيد. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا الإبشار الموقر وكهنته المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لأجل هذه البلدة أكفر نبرخ وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل اعتدال الأهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا أيها الرب الإله يا من يضبط الأشياء كلها بيده الطاهرة ويطيل آناته علينا جميعا ويتوب على خطايانا، اذكر رأفتك ورحمتك، افتقدنا بصلاحك، صن حياتنا بنعمة روحك القدوس، لأنه إله رحيم ومحب للبشر
وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سبح يا نفسي يا الرب، أسبح الرب في حياتي، أرنم لإلهي على الدوام بشفاعة والدة الإله. يا مخلص خلصنا. الرب يفك المعتقلين، الرب يفقه العميان بشفاعة والدة الإله. يا مخلص خلصنا. مجري الحكم للمظلومين، رازق الجياع طعام، حافظ الأمان إلى الأبد بشفاعة والدة الإله. يا مخلص المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاص ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرنمين لك هللويا. لا شيت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس، وابطلت نوح حاملات الطيب، وامرت رسلك ان يكرزوا مبشرين بانك قد كنت ايها المسيح الاله مانحاً العالم عظيم الرحمة. الملائكة بالجسم قاعدة الأنبياء وركنهم والسابق الثاني لحضور المسيح إلي الشريف الموقر. فقد وجهت النعمة من السماء لإليشع ليطرد الأسقاط
يا نصيرة المسيحيين التي لا تخزى ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق. لا تريدي عن أصوات الخطأ الطالبين إليك، بل بما أنك صالحة بادري إلى معونتنا، نحن صارخين إليك بإيمان. هل أمي إلى الشفاعة وأسرعي إلى الابتهال. يا والدة الإله المحامية دائما عن مكرمي وقت لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الدائرين. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان والى دار الدائرين امين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. امين. أنت كاهن إلى الأبد على ترتيب ملك صادق. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. الحكمة. فصل من رسالة القديس يعقوب الرسول الجامعة. فلنصغي. يا إخوة، اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدوة في احتمال المشقات وفي طول الأنات. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب جزيل التحنن ورؤوف. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ولكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تقعوا تحت الدينونة. هل فيكم من يعاني مشقة فليصلي، أو مسرور فليرنم؟ هل فيكم مريض فليدعو كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب؟ فإن صلاة الإيمان تخلص المريض والرب ينهضه، وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بزلاتكم، وصلوا بعضكم لأجل بعض حتى تبرأوا، فإن لصلاة البار الحارة قوة كثيرة. كان إيليا إنسانا قابل الألام مثلنا، وقد صلى بحرارة أن لا ينزل المطر، فلم ينزل على الأرض مدة 3 سنين و6 أشهر، ثم عاد وصلى فأمطرت السماء وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحدكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن الذي رد خاطئا عن ضلال طريقه قد خلص نفسا من الموت وستر جما من الخطايا. السلام لك.
الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في ذلك الزمان كان الجموع يتعجبون من أقوال النعمة الخارجة من فم يسوع ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشف نفسك. كل ما سمعنا أنه حدث في كفرناحوم افعله أيضا هنا في وطنك. وقال أيضا: الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. في الحقيقة أقول لكم إن أرامل كثيرات كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، إذ حدثت مجاعة عظيمة في الأرض كلها ولم يبعث إيليا إلى إحداهن إلا إلى صرفة صيدا إلى امرأة أرملة. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل على عهد إليشاع النبي، ولم يطهر أحد منهم إلا نعمان السوري. فلما سمع هذا الذين في المجمع امتلأوا كلهم حنقا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة واقتادوه إلى قمة الجبل المبنية عليه مدينتهم ليطرحوه. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. الإله الواحد أمين. أبتي إخوتي أخواتي الأحباء، ينعاد عليكم هذا العيد المبارك، عيد النبي إيليا شفيع هذه الرعية المباركة كفر نبرخ. ما أجمل أن نجتمع معا كإخوة وأحباء لنعيد بعيد شفيعنا النبي إيليا، هذا النبي الذي تمتد قداسته إلى العهد القديم، وثم نحيي قداسته نحن في العهد الجديد. سئل الكاردينال سيونينس مؤسس كاريزماتيك في العالم الكاثوليكي: ما هي القداسة؟ قال: إنها المعرفة بجوهر الله. الأنبياء في العهد القديم يا أحبة عرفوا جوهر الله، إنه حي. أول من عرف الإله الحي هم الأنبياء. إبراهيم قبلهم عرف شيئاً من هذه الحقيقة، أما الأنبياء فدخلوا في العمق الإلهي
ليكتشفوا أن الوثنية هي داء كل العصور، وأما الإله الحقيقي هو إله حي. معنى ذلك إنه يشعر معنا، يتكلم لغتنا، يبكي لبكائنا ويفرح لفرحنا. هذا هو الإله الحي، وإذا ما كلمناه يصغي إلينا فيجيب على كلماتنا دائما لمصلحتنا. هؤلاء في العهد القديم الأنبياء اكتشفوا حقيقة هدية للعالم وخاصة لنا نحن، وتأكدت بمجيء المسيح المتجسد من الله الآب ابنا لله الآب، ليؤكد لنا فعلا إن إلهنا حي، إنه بيننا، عمانوئيل، الله معنا. هذه النبوة نحتاجها اليوم وفي كل يوم. النبوة ليست عرافة، ليست معرفة الغيب كما يصور لنا تلفزيوناتنا اليوم. كل تلفزيون له عرافه، له من يضرب في الغيب. هذا ليست نبوة يا أحبة، هذا سياسة مع أموال، مع أحداث وقراءة للصحف وللأحداث السياسية والتاريخية وتحليل، كل على هوى. النبوة هي أن أعرف إرادة الله على سير الأمور، وأجرؤ لأقول للناس هذه هي إرادة الله. النبوة هي علاقة مع الله، هي صلاة متواصلة. إيليا لم يكف عن الصلاة. إيليا هو النبي وأكبر الأنبياء الذين تواصلوا مع إله يشعر مع شعبه، فتوجه إلى ذاك الشعب قائلا توبوا. خاتمة الأنبياء كان يوحنا المعمدان. من إيليا إلى يوحنا المعمدان الصرخة ذاتها توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. صرخة النبي هي التوبة، لأن الإله حي ومحب، ومحبة كاملة يستطيع أن يغفر خطايانا. الأصنام في الوثنية لا تغفر الخطايا، إنها علاقة خوف مع الشمس والقمر وكل هيجان الطبيعة. الإله الجامد لا يستطيع أن يغفر خطايا قلب الإنسان، لا يولد حياة في الإنسان الإله الجامد. الإله الحي فقط، الآب والابن والروح القدس، يغفر الخطايا. ما هي النبوة؟ هي أن أكتشف أن الله محبة يستطيع أن يغفر خطيئتي، وأن أبدأ بولادة جديدة روحية كل مرة أقترف خطيئة. ما هذا الإله العظيم؟ أي إله عظيم هو إلهنا، يستطيع أن يولدنا من جديد في كل مرة نحتقر أنفسنا، يأتي لينقذ احتقارنا ويقول أحبك، لا تحتقر ذاتك بالخطيئة، لا تتنازل إلى مستوى الخطيئة، أنا أحبك، أريد أن أرفعك إلى مستوى الألوهة، أنت في الإله أيها الإنسان. ولذلك نقول في اللاهوت الشرقي البيزنطي: تنازل إلهنا ليتأله الإنسان. الإله أخذ جسدا مثلنا، مثل بشريتنا، ليصبح البشر إلها. نعم، مدعوون للتأله. هذه هي النبوة يا أحب. أتوقف عند مشهد الجفاف والمطر في أعجوبة إيليا. هذا النبي العظيم الذي عرف كيف يتوجه إلى نقطة حساسة في حياة الشعب، المياه، وهو مزارع، وهو محب للأرض، يحب زراعة الأرض. قال للناس: إذا لم تتوبوا
هناك جفاف لمدة 3 سنوات على الأرض وكان الجفاف، وإذا تبتم ولأنكم عرفتم أن الله يتدخل من خلال الأنبياء، ها المطر سيعود إليكم لتفرحوا وتنعموا بالحياة. الماء هي علامة الحياة. وإذا بإيليا وهو مزارع مثلنا مثل أكثريتنا في هذا الجبل يستعمل الأرض ليعكس رحمة الله، يستعمل الماء ليعكس رحمة الإله. الإله يعطينا هذه الأرض، هذا دلالة أن الأرض التي نحن عليها مباركة يا أحبة، والله استعملها إما للجفاف وإما للمطر والزرع ليقول لنا أنا زرعتكم في هذه الأرض، كونوا رسلا عليها وفيها، رسل المحبة، رسل الحياة، لا رسل الدمار ورسل الموت. إذا كان إيليا بيننا اليوم بعد فترة التهجير يلي عشناها في هذا الجبل وفي أماكن عديدة في لبنان، أظنه يصرخ فينا قائلا عودوا إلى الأرض التي زرعكم الله فيها، عودوا إلى الجبل فتعيشوا رسالة المحبة في هذا الجبل. أيها اللبنانيون عودوا إلى جبلكم لتعيشوا رسالة الأرض التي هي رسالة انفتاح الأرض للجميع، رسالة محبة. المحبة هي أقوى سلاح يمكن أن يربح كل الناس للسلام للإله الحقيقي. المسيحي أحب فيه نبوة في قلبه، كل مسيحي يحمل نبوة في قلبه. من هو النبي؟ إنه صاحب الموهبة التي ينميها في قلبه. كل واحد منا لديه موهبة النبوة، شرط أن ننمي هذه الموهبة في قلبنا بالصلاة والتوبة والتعلق بالأرض ومباركة الأرض لكي تعطينا من بركاتها. هذه هي النبوة يا أحبة. مارلييس في كفر نبرخ شفيع حار يصرخ في أذننا انطلاقا من كفر نبرخ إلى كل الجبل، عودوا إلى الجبل. لا تنتظروا يا أحبة أن يعطيكم كرامتكم أحد، لا أحد يعطيكم الكرامة. الكرامة في الجبل وفي المدينة تنتزع انتزاعا إذا أردنا أن نعيش بكرامتنا نحن في الأرض التي زرعنا فيها. هذه رسالتنا، أن نعيش بكرامة وأن نفرض الكرامة لأنها تنبع من المحبة. الكرامة تنتزع انتزاعا، ليست هدية من أحد. كرامة ابن الجبل كامنة فيه قبل التهجير، في التهجير وبعد التهجير، كرامة ابن الجبل تنتزع انتزاعا، ليست هدية من أحد. أن نعود إلى هنا أيها الأحبة، العودة خجولة يا أحبة، نريد ترسخا في أرضنا، نريد أن يستمر صوت النبوة في صوت الكنيسة في هذا الجبل التي تحمل النبوة في ذاتها، عودوا إلى الأرض التي زرعتم فيها. نعم، نحن مع مشروعكم في إعادة بناء الكنائس والقاعات. كنيسة مارلييس عم تكبر، عم تكبروا كنيسة مارلييس. نحن معكم، هنيئا لكم بهذا اللقاء الأخير الذي قمتم به جميعا، كنتم متكاتفين متحابين في عشاء الأخير، وكم فرح قلبي لسماع هذه الأخبار الطيبة.
أن أبناء الجبل تكاتفوا ليبنوا كنيسة مع بعضهم البعض. كان عشاء أشبهه بالعشاء الأخير للسيد المسيح، فيه بركة. أكملوا وضع أيديكم بعضكم بأيدي البعض الآخر فتنجح. كفانا انقساما، كفانا تجاذبا، نريد محبة بيننا أولا وبيننا وبين إخوتنا في المحيط الدرزي والمسلم على كل شرائحهم. نريد عيشا واحدا ليس سوى التعاون ومد اليد ووضع اليد الواحد مع الآخر. ننجح وننجح بتفوق وبتألق. أدعوكم إلى مزيد من العطاء، إلى مزيد من المجانية والكرم في سبيل إكمال هذا المشروع، مشروع كنيسة مارلييس في كفر نبرخ، كما أدعو سائر البلدات إلى إكمال مشروع العودة إلى هذا الجبل وإلى بناء ما تهدم. أكرر معايدتي لكم أيها الأحبة، ومن خلالكم أعايد كل المشاهدين الكرام من خلال شاشة الأم تي في الكريمة وسائر الشاشات. أدعوكم أيها الأحبة إلى النبوة، أن توقظوا النبوة في قلوبكم. وأخيرا أقول، البابا فرانسيس وجه نداء للعالم المسيحي قائلا: أيقظوا العالم، أيقظوا العالم، يعني أيقظوا ذواتكم، أيقظوا النبوة في ذواتكم، أيقظوا النائمين في إيمانهم، أيقظوا الإيمان في قلوبكم. نستطيع أن نوقظ السلام في العالم، وعليه أتوجه باسمي واسم الأب لييس الذي أشكره أيضا باسمكم. توجه باسمنا واسم الكنيسة بالدعاء لكم وبالمعايدة القلبية لحاملي اسم النبي إيليا، وأقبل معايدتكم لنا أيضا، وأنا حامل اسم إيليا أيضا. هلأ بعد القداس منعيد بعضنا بالسلام مع التهاني القلبية، راجيا أمنية واحدة أن تبقوا كذلك مشاعين بالروح القدس الذي يحل بطيف قوي على كفر نبرخ اليوم. شكرا لجميعكم، لكل الذين أنجحوا هذا القداس وهذا اللقاء. بركة يسوع معكم وأبيه السماوي وروحه القدوس إلى الأبد، آمين. سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين، نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين. اهتمام الدنيا ولنستقبل ملك الكل.
كانوتك، فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الدائرين. منقدم الذبيحة الإلهية على أصحاب العيد ومن أجل الذين ركضوا على رجاء القيامة، جرجس يوسف رعد، زوجته وردة دياب رعد، يوسف جرجس رعد، جان زيلع والمهاجرين منهم، فليذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيضا من أجل إخوتنا السابق رقاد على رجاء القيامة، داود الحداد وزوجته نهاد وابنه سهيل، فليذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيضا من أجل إخوتنا السابق رقاد على رجاء القيامة، كريم رعد وزوجته فريدة، نعم طلا رعد وزوجته خزام، أمين رعد، جوزيف رعد وبطرس رعد، فليذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. نقدم هذه الذبيحة الإلهية لأجل المشتركين معنا ها هنا والمشاهدين لهذا القداس، لأجل أهالي هذه البلدة كفر نبرخ، الحاضرين والغائبين، الأحياء والأموات، ولأجل المسمين باسم النبي إيليا والمقيمين هذا العيد المقدس، والمسمين باسم شربل والمقيمين هذا العيد المقدس. فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كمل طلبتنا إلى الرب لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. هل نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه الكرابين المقدمة وعلى شعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه مع روحك القدوس صالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. بك يا رب قوة يا رب السلام. المسيح فيما بيننا بحكمة فلنعلن إيماننا. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء
حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتعالى إنسانا وصلب عنا على عهد وراس ونطي تألم وعلق وقال في اليوم الثالث كما جاء الخطب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآن وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا نقف حسناً ولنقف بتهيبٍ فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك نرفع قلوبنا إلى العلا نشكرنا الرب واجب وحق نجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما للنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين مع هذه القوات ونهتف أيها السيد قدوسا قدوسا رب السماوات هذا السماء والأرض مملوءة أسلم فيها وبالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا
اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. لك مما هو لك نقرب لك عن كل شيء ومن أجلي نقرب لك هذه العبادة الروحية غير الدموية ونطلب من فارسل روحك القدوس علينا واجعل هذا الجسد مسيحي سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة والية الإلى الدائمة البتولية مريم. إنه فرانسيس بابا روما الطوباوي وبطريركنا غريغوريوس المابوط وجميع البطاركة والأساقفة الموقرين أنم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام صحة مكرمين معافين مدد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. يا ربنا ورئيس كهنتنا لبشار الموقر وانعم عليه ان يكون سليما صحيحا مكرما معافا مديد الايام مفصلا باحكام كلمه حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين. اعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامه والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. تكن مراحم إلهنا العظيم مخلصنا يسوع المسيح
مع جميعكم ومع روحك لنسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولندع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا وأهلا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ ولا لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. سلام لجميعكم لروحك نوروسكم للرب الله من السماء الذين حنوا لك الوفاء وذهب الكرب من أجل المرضيات ونفوسنا والسلام نعمة ابنك الوحيد ورأفته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي الأقداس للقديسين يجزى ويقسم الحمد لله يجزى ولا ينقسم. كمل يا سيد الكاس المقدس كمال من الله وإيمان ومحبة تقدموا مرشد يتناول جسد من أمين مبارك إلهي باسم الرب الرب هو الله وقد ظهر لنا اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله فإني لا أقول سرك لعداء أقبلك مثل يهوذا إذا بتريدوا من نجم المرض ونطلع عجواني بعرف يوضع عنا وبرا من نجي عمل فوت من ورا عبد الله يا تنوى ك
كاللص يعترف لك. عبد الله يتبع اذكرني اعترفوا للرب عبد الله فإنه صالح فإن إلى الأبد رحمته سماه عبد
الفرح يا عروسا عروسا لها. خلص اللهم شعبك وبارك ميراثا ولك بالجسم قاعدة الأنبياء وركنه والسابق. ارتفع اللهم على السماوات ولكن مجدك على جميع الأرض. إلي الشريف المغفر لقد وجهت النعمة من السماء أليشا ليطرد الأسقام ويطهر البر يهدي هذا يفيض الأشفياء على مكرمين دائما. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الخالدة السماوية الطاهرة المحية الرهيبة. اشكروا الرب شكرا لائقا. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب يا رب ارحم. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك قدس المحبين بهاء بيتك أنت عوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تكلنا نحن المتوكلين عليك بالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولحكامنا وللجنود ولكل شعبك لأن كل عطية صالح وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة ليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة والقديسين المجدين الرسل الجديرين بكل مديح والقديس إيليا الذي نحتفل بتذكاره اليوم وشفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين بما أنه صالح ومحب للبشر. بارك اللهم شعبك سيدنا كثيرا يا سيد. بارك اللهم شعبك يا سيد لسنين كثيرة يا سيد إن شاء الله لسنين كثيرة لكم جميعا في هذه الأرض في هذه الرعية وفي كل مكان من زوايا لبنان ينعاد عليكم جميعا. نحن سيدنا باسم الرعية نتشكرك على حضورك بيناتنا وكلفوني الرعية إلك إنه إنا رعيتك يا سيادة المطران اللي بشار الحداد ما تبخل علينا بزياراتك.
عم نشتاق لك كثير. طيب نعتذر على التقصير، نعتذر على التقصير، ان شاء الله الزيارات تتكرر ان شاء الله خير. ان شاء الله العمر المديد وجزيل الشكر والمعايده من الرعيه، وشكرا لحضورك. شكرا يا حبيبي، الله يخليك. هلا اذا بتحبوا سيدنا مع لجنه الوقف نتقبل التعازي، التهاني التهاني لا بالساحه برا افضل، بالساحه برا، وله يصير الضيافه ايضا كمان بالخارج.